وتعالي وياك راح تضل تدقلي مزيقه يموت والدني. اجعلي يا وجني وجعني. ماما خليل ابويا ابو سيرجن. سكتي انت نظافه سكتي. كافي علي يا اخوك كل شويه وداكي مزيقه. انت قبل شويه مو كل شي ما بيك. ماما اكلت شكليات الشراء من دكان ام جوجي. سكتي بدانه. هاي هي اقول سنك لعد ليش يوجعك وشلون شكليات عبالك احجار. اقول لك ماما انا كم مره قالت لك لا تشتري من هاي ام جودي. بعد ما اشتري. اوف اوف من لك اوف. ماما لطاف حبيبتي روحي على خطي هاي ام احسان قولي لها خاله امي تسلم عليك وتقول لك بلكن عندكم قرن فيل اخويا سنه يوجع. شو قولي لها؟ يا لطافه ماما قولي لها امي تسلم عليك وتقول لك بلكن شويه عندكم دواء مال سنون قرن فيل. شو اسمه؟ قرن فيل. عافيه بالسباعيه بس لا تاخذين بالعجل. ماما اخذ عجيه؟ اي حبيبتي اخذيها. وبعد ساعتين ما تجي هسه تلقى صديقاتها وتقعد تلعب وياهن. انا ما العب بالشارع وامي ما تقبل مو شكل ماما. اي عافيه بالحضاره بالعجل انت تاخرين ترى وراي قوم الشغل والحمام ما تروس هدوم. شو؟ ما شوفني يا هذا السنه؟ شو ماما؟ شنو؟ شو شعرك ما ادري شلونه؟ وداعتك طبيعي، اصلا انا ما اصبر. لا 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 مو قصدي على اللون. لا عاد. انا شو ما داعي اشوف يا ابن عمي انا ذاك الشهر ما مزينك. اي تمام، هذاك الشهر انا كنت بالمصر. فاضطريت ازين هناك. يعني انت مزين عند واحد غيري؟ اي نعم. مو داعقول دا الاحظ ابو عواجي شويه براسك. نعم. اي طبعا، انا زياني ماركه مسجله، القصه الاقصها ما يقصها غيري. هو شلون حلاق ذاك اللي زين بالموصل؟ اتعامل ويا راسي عبالك راس باكه وظل يهطر بي. حتى هذا المجفف حرق راسي. مجفف خابصينه، مجفف وزشوار وبالشامبو. ترى بس مظاهر وعيونك. قول لي يرحمه لابوك. نعم. ورا ما سواش شعرك بالمجفف ما حسيت اكو ونه بالاكسل؟ قصدي اكو ونه براسك؟ اقول له ظل يهطر براسي هطر وشماله اجماله صار عنده صداع نصفي. بعدين اكو شو شغله شعرك هذا اني اعرفه واني مزينه بايدي ماركه مسجله مثل رقم الشاصي القصه لقصها ما يقصها غيري. معقوله هاي شلون دبرتها يا ابو نادر؟ ابن عمي اجيب لك مثال. اي انت عندك بالبيت حديقه؟ يعني صغيره. زارع بيها ثيل؟ اي معلوم. انت هذا الثيل من حضرتك تقصه للثيل بايدك ويجي ورا مدة شخص آخر يقص نفس الثيل ما تحس أكو فرق بين القصتين؟ معلوم يعني حسب قص الماكينة غير. لا أرجوك غلط حسب إيدي اللي قص يعني كسر بجمع الشغلة يم إيدي اللي قص مثل ما قلت لك أني الزياني ماركة مسجلة ما تقبل غلط. شفت يا ابن عمي شفت الحلاقة فن الحلاقة ذوق الحلاقة حنية. الإنسان من يتعامل ويا راس الزبون لازم يتعامل وياه مثل اسعار. يعني اقدر اشبه راسك مثل راس الخس؟ نعم طبعا. الانسان من يتعامل ويا راس الخس شلون يتعامل وياه؟ ورقه ورقه وبنزاكه. هاي شيشه القرنفل خلصت وسنونك بعدها شنو؟ سن مال بعير خوان سن مال بعير. هاي لازم سنونك كلها ملتهبه. هي سنوني كلها توجعني. والله هسه انا وين اوديك بهالظهريه ما تقول لي؟ ماما احسان تقول ما تخلصون الشيشه كلها. وهو ايش بقى بالشيشه؟ بعدين هي اصلا بها شويه بالشعبيه. عاد ام احسان سوتها علينا شيشه كامله. ماما راسي وجعني. اي ماما طبعا راسك يوجعك ليش هو وجع السنين حمل احنا الكبار ما نتحمله. ماما اذا الطبيب شلع اسنان بعدين شلون راح ياكل؟ طبعا ما يقدر ياكل لان اسنانه مشلوعه.
لعد انا ليش دائما اقول لكم ديروا بالكم على سنونكم؟ انا ما اروح للطبيب حتى ما يجلع سنوني. اي وتبقى حتى تدق لي هالمزيقه هاي. لا عيني لا، شغلة السنون ابوك اليوم لازم يفضها. اي لازم يلقي لنا صورة حال. يا ميا يا سلام، الميا تروي العطشان وتصحينا في نار الغرقان. المية تروي العطشان وتصحينا في نار الغرقان. نار الغرقان. عمو 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 ابويا قال زين لي. انت ابن من؟ انا ابن ابويا. زين ابوك شو اسمه؟ رحيم. ذاك قاعد بالقهوه. ابني انا ما ازين اطفال اذا مو اولياء امورهم وياهم. روح بابا صيح ابوك وتعال. عمو بس ابويا اعطاني فلوس. عمو انا مو على مود الفلوس، هذا مو قصر موس، اخاف اسوي به قدر ابوك يزعل. روح صيح ابوك حتى ازينك انت وابوك. يلا روح اركض. يا سلام ودود ودود. هاي جابج. جابني هو شجرع المرغر الأمر من عنده. ابنك شلع على قلبي، يسكت ساعة ويبكي له ساعتين. خير شبيه؟ سنونه. سنونه؟ شو تقولين سنونه وعيونه منفخة ليش؟ من البكي سود علي من البكي. أقول لك عيني ودود اليوم لازم تعزل وتودي للطبيب. مراتب شو عزل؟ مو أنا مفتح على باب الله. وابنك؟ ها؟ زين خليه يوم الاثنين على عطلة الحلاقين. اسمع ودود ترى ابنك لازم يشوف له شارة خطية، الطفل سنونه كلها راح تروح. أبو نفس الدنيا، أبو نفس الدنيا، أبو الشكليت. لو ما نفسك دنيا على الشكليت ما كان صار اللي صار. أبو سنون. شوف عيني أنا بدلت له، خليه يمك وأني رايحة. زين يا أبو بقي بقي. يعني ودود مو شوفه ساكت وما تودي للطبيب. إيه ترى خطية الطفل سنونه توجعه. زين يا أبو زين زين. تراويني يا سن اللي وجعك؟ كلهن كلهن؟ اشكرك وليدي اشكرك وليدي. يعني شغل هذا الاسبوع راح امطير الطبيب. بس بابا لا تمشي لا تمشي. السلام عليكم. هذا العفو الطبيب موجود؟ موجود. صيحه. طبعا موجود. لعد احنا على ويد نكسر جول، اقصد مفتحين. شو مفتحين باللبن؟ لا مفتحين بالشربات. تفضل. عفو اقدر اخذ سرد؟ اي تقدر ليش لا؟ شو اسمك؟ مو على مودي، انا حلاق اسنوني قويه بس على مود صغير. ماكو فرق. تفضل ابني تعال. روح يا معمو. تعال تعال. لا تخاف لا تخاف. شو اسمك عمو؟ بيونا ما يقدر يحكي. ماكو فرق. شو اسمك؟ بابا شو اسمك؟ قصدي اسمه نادر. نادر ودود. نادر نادر ودود. شوف هذا هذا ايش كتب؟ مو دبل نادر مثل دبل القمارة، نادر وحده. لعد ايش قلت نادر مرتين؟ شنو انا اطرش؟ يعني على مود السرعة واللياقة والفتح. بسيطة بسيطة. نادر هاي نمسحها. ها اها تفضل استريح. تفضل مو اخاف نتأخر. لا 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 انت ليش شوف هاي خبصه؟ ترى كل واحد جايب جوقه وياه. تفضل استريح. جدي تخاف تتاخر؟ لا 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 ابدا ما تتاخر. تفضل استريح. مياو. عوف سنوني. هاي سنونك؟ فتشك يخبط. تفضل استريح. تفضل الجوزه. تقول اخو ليدي؟ لا تقول اخ. قول اخ مو اخ. عبيج الله بالخير. الله بالخير. اهلا وسهلا. العفو ترى اني اول ما دخلت سلمت. لا باس. بس يبدو لي يعني انه عندك الاذن الوسطى شويه بها خلل، ما سمعتني زين. الحقيقه هو السلام واجب، وانا متعلم من الصغر من اسلم اجابوني يقولوا عليكم السلام. بس مع الاسف اكو ناس تقول لي السلام عليكم، شو اقول لك؟ يقول لك هلو. شنو هلو؟ اكو بتقاليدنا هلو. ونوبات يطق فادي وهذا اللي يقول لي هلو. ارد اقوم له وشفته بكله اوقع فتش الاسفل وفتش العلوي. بس ارجع واقول انا ايش عليه؟
لا بأس لا بأس استمر. لا تخاف ابني كل شيء ماكو لا تخاف لا تخاف. أبو أنا أسنان صارت زينة. كنت عطول وصلنا طبيب الأسنان لازم يزين أسنانك لازم تفحص أسنانك يومية كاتني يومية أسنانها هايجة علي. اسكت ترى زينك صفر. حضرتك جايب الصغير للطبيب؟ لا جايب الدلة دهن. طبعا جايبه للطبيب لان اسنانه مستوسه ويوميه هايج عليه. ايش عجب؟ ده اقول لك اسنانه مستوسه. قصدي ايش عجب هسه جايبه للطبيب واسنانه مستوسه؟ اي قابل اجولك حلقه واقول لسنونه ليش تسوسين يا عين؟ طبعا انت لازم تراجع الطبيب باستمرار. الطفل بهيك عمر لازم يحافظ على اسنانه وهي مسؤوليتك. أنا مثلا ليش جاي للطبيب؟ حتى تبدل جوزة مع الحماوة. لا حتى أفحص. أنا سنوني كل شي ما بيها. إذا لا بأس وأسنانك كل شي ما بيها لا بأس ليه جاي للطبيب لا بأس؟ حتى أفحص لأن أنا كل ست أشهر أفحص برا لأن شنو طعم الأكل إذا الإنسان ما عنده أسنان؟ فعلا الما عنده سنون مثل ما عنده خردة. مع الأسف هواية ناس ما يراجعون طبيب الأسنان إلا أن توقع أسنانهم كلها وهذا خطأ لأن أبو المثل يقول الوقاية خير من العلاج. فعلا صحيح. إذا كلامي صحيح ليش ما تطبقه؟ لا إن شاء الله بالمستقبل أطبقه. الإهمال مو زين لأن الإهمال يقودك إلى مضاعفات وهذه لا بأس. لا بأس لا بأس. يعني تعاندي ما تردين تنكسري لا أشو إلا أكسرك. أخ 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 شو والله؟ سرع يا معود مو انت مو هذا عاش مين جوزها راسها قوي ما تقبل تنكسر. هو اكو جوزة تقدر تتعاند وياك واني موجود صار 50 ضربة ضربت مو انت ما دوختها يعني شو تسوي اختصاص 40 سنة بالجوز انا راح اكسب لك هاي جوزة حسب طريقة سي سي 3 دبل 3 دبل طابوك. شو الطريقة؟ هاي طريقة سي سي 3 دبل 3 دبل طابوك بسنوني. شنو؟ سنونك منقنة؟ طبعا منقنة شو يا رب الفن. انت بس دير بالك علي بالسرة وجوزك علي. يا معود شنو؟ شو راح تكسرها بسنونك؟ هسه شوف يا معود مالك شغل تقول أرجوك لا بسنونك اسمح لي عجيب مالك شغل لا بسنونك لا بسنونك هني شنو سويت بحقك؟ هني هاي فتشك العواج هكي اركض للدكتور هكي. ربي شلون قهر وين صار هواية تأخر كل شيء هواية تأخر يوما بس لنادر صار عليه شيء ايه هذا خواف وطمع روحه بسرعه سؤد علي ماما سؤد علي ايه اجيت عيني اجيت ها ماما ها حبيبي شو العوس انك لا
انا صرت زين بابا شو داعي سنه شرد وصفه يا ابو نادر يا ابو نادر كل زياره تصير قصه يا ابو نادر يا ابو نادر.